السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في هذه النشرة الجوية خاصة بحالة الطقس. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب بشكل يومي إن شاء الله. نستهل النشرة الجوية بحول الله بتوقعات أحوال الطقس اليومي الاثنين 14 أغشت، حيث من المتوقع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط كما يوضح لنا هذا النموذج. من المحتمل إن شاء الله كذلك أن تعرف المملكة ارتفاعا في درجة الحرارة على مستوى الرشيدية، الفود، مرزوقة وكذلك الزاكورة وكذلك تزارين، منطقة فمزقيد وكذلك مدينة طاطا. استمرار ارتفاع درجة الحرارة على مستوى الواجهة الشرقية للمغرب وكذلك على مستوى المناطق الشمالية الوسطى. تشكل غيوم على مستوى إفران، سكورمتاس، تينديت وكذلك تنفيت، قد تكون مصحوبة بنزول سخط مطرية رعدية خصوصا على مستوى المرتفعات، ذلك دائما خلال فترة يوم الاثنين بعد الزوال بحول الله وقوته. هذا وتستمر الأجواء المستقرة نسبيا على مستوى باقي الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا فيما يخص يوم الاثنين، عفوا بالنسبة كذلك لصبيحة يوم الثلاثاء القادم بحول الله. خلال الفترة الصباحية ستعرف المملكة أجواء مستقرة نسبيا مع احتمال هبوب رياح جنوبية على مستوى الواجهة الشرقية للمغرب وكذلك هبوب رياح جنوبية شرقية على مستوى الجنوب الشرقي للمغرب. وتستمر الأجواء بباقي الأقاليم الجنوبية صافية وهادئة، واستمرار ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى هذه المناطق. خلال الفترة المسائية من يومه الثلاثاء دائما من المحتمل إن شاء الله تشكل غيوم على مستوى مرتفع تنظيمية وكيمدن، كذلك قادر بوعشيبة، تبان، تازيلة، لميشي، لاسول، تنفيت، ميدلت، زاوية الشيخ، وكذلك على مستوى المناطق الشمالية المغربي، فرانس، كورمداس، تينديت، كذلك عطفة. قد تكون هذه غيوم مصحوبة بنزول زخات مطرية رعدية بحول الله وقوته، ذلك خلال الفترة المسائية من يومه الثلاثاء. خلال الفترة المسائية دائما من نفس اليوم من المتوقع أن تستمر هذه التساقطات المطرية الرعدية على مستوى مرتفعات المناطق المذكورة سلفا، هذا مع احتمال هبوب رياح شمالية على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية للمغرب وكذلك المناطق الوسطى للمملكة. وبالنسبة للأقاليم الجنوبية فستعرف بدور أجواء صافية مع ارتفاع في درجة الحرارة خصوصا على مستوى المناطق الداخلية للمغرب واحتمال هبوب رياح شمالية على مستوى هذه المناطق. هذا فيما يخص متابعي الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. نلتقي في نشرة قادمة بحول الله. المتفرعات الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.